والله أنا طلعت من سوريا بسبب الحرب، فرحت على السودان أول. جيت في الصومال تقريباً 2017 أو 2017. في صاحبي كان موجود هنا في الصومال، أنا في السودان والله يعني ما ارتحت، ما في ظروف عمل مناسبة وما في دخل وصعب الحياة أصعب من هون. فاتصل علي صاحبي بالصومال، سوري جاي قبلي، قال لي في فرصة عمل تجي، فاجيت لهون والحمد لله توفقت هون وانبسطنا وما عاد فكرت أروح بلد ثاني. والله الشعب الصومالي من يعني ارتحنا معاه كثير، سافرنا كثير بلدان واشتغلنا بأماكن كثير، بس مثل الراحة اللي شفناها هون ما في. شعب طيب وبسيط وما في عنده حقد وبيحب السوريين كثير، يعني لقينا راحة كثير هون.